شو يا حلو؟ آسفة لأنه كل اللي تحت بدهم تنزلوا لترقصوا معهم. طيب ماشي، نحن جايين، روحي. بس اعملي مثل ما قلتلك بالضبط، ولا تكتري أسئلة بنوب. اعملي اللي قلتلك عليه بابتسامة على وشك، فهمتي؟ إذا الخطة نجحت بأكد لك أنه عرس شوريا رح ينلغى وما حدا رح يشك فينا. شو عم تعمل هون؟ سبقنا يلا جايين. شو عم يصير؟ ليش ما نكون مقدمين لهم شي؟ معقول ما ضيفتوهم؟ شوف بالنسبة إلنا ما منحب نتضيف أي شي، بس منحب نتضيف مي. ها هاي كاسة عصير كتير طيبة، دوقوها. ها كاسة شو قال؟ كاسة عصير. شكرا كتير لك خالي. تركني أنا أهتم فيهم بنفسي. أنت ليش عم تحكي معي وكأني حاطت شي شغلة بكاسة العصير تبعهم وناوي أقتلهم؟ هدول قرايبيني كمان صح؟ مو مشكلة. ليه؟ الشباب صلن زمان عم يرقصوا، أكيد بيكونوا مفكريننا ختايرة. خلونا نفرجيهم شو فينا نعمل. يلا. يلا خلونا نروح. يلا خليكن قاعدين، انتو شو عم تساووا؟ يلا قوموا، ليش قاعدين؟ شو المشكلة؟ ها؟ قوموا على الراسة، يلا فرجونا شوية حركات وفرجوهم شو منقدر نعمل. يلا جيفان خلينا نقوم نرقص. أكيد اعملوا اللي بتحبوه. يلا بابا يلا قوموا نرقص. ليش قاعدين؟ بشو عم تتناقشوا هلأ؟ تعرف هذا اللي كنت عم قلهم اياه من شوي، بس شكلهم كبروا بالعمر. لا أبي، هدول ما بيقدروا، ما ننخرج هاي القصص. الواحد لازم يكون مرح لا يعمل هالشغلات، وهن ما نون متلاك. شو؟ بابا وعمي مرحين كتير، انت لسه ما بتعرف ولا فهمت؟ قوموا رقصوا، فرجوهن شو عندكن. يلا بابا يلا فرجوهن حاجة عادية. يلا 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 يا شباب يلا 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 يلا. يلا بعده كلكم، يلا يلا اعطيني اياه، هاتوا لهون هاتوا. مرحبا كيفكم؟ انا يمكن كون خالك يا ولد، بس ماني ختيار، بس انا لساتني شاب صح. الشباب رقصوا بما فيه الكفايه، هلا صار وقت الكبار ليولعوا ساحه الرقص كلها. استعدوا جميعا لتستقبلوا سيد جيفان شارما. جيفان رح يفرجينا شوية حركات، رح نشوفوا قديش جيفان نشيط. جيفان رح يكسر حلبة الرأس ورح يرقص بطريقة كتير مدهشة. حلو كتير. لو سمحت جيفان تعال يلا بلش. بس عفوا شو المزح هذا؟ شلون بدك ترقصني هالشغلة الغريبة هاي؟ بسيطة لا تخاف، أنا رح أكون جنبك. هتخاف؟ بس ما بتعتقد إنه صعب كتير حافظ على توازني فوق؟ شو عم تقول؟ سمعت بنت أخوك على المحك؟ ما أنا جبتك لهون لحتى ترقص. يلا زفونا زفة كبيرة لشوف. يلا يلا حتى انا رح ارقص. يلا يلا صفه كبيره. يلا 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 حقوقها. ايوه ايوه يلا 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 شو في داعي لتعمل هاي الحركات؟ شوف شو يلي صار فيك. قلت لك لا تعملها، بس بتحب تخجل حالك على طول. احيانا بتتولدن واحيانا مرت عمي. عمي كتير موجوع وانتي عم تحاكي بهالطريقه. يلا بسيطه بابا، يلا قوم قوم خلينا نرقص مره ثانيه. يلا يلا قوم يا بطل. يلا
ظهري كتير عم بيوجعني، بظن انه في شيء مكسر، يمكن انكسر حوضي. ها بس ما يكون صاير معه شو صار كسر. جيفان حاول تقوم اخي، ما في شيء. بعد شوي بعد شوي خلوني شوف يا جماعه، بعد شوي شبهه كمان ما حدا يلمسه. ما فيني انا اتصلت بالاسعاف. يا جماعه كانت صدقيني انا ما بعرف شلون صار معي هيك. هلا شلون تقدر تبرم بسرعه؟ ما قدرت اعرف. اوف طول بالك رجاءا لا تقولوا هلا هذا الحق علينا باللي صار، او انه عملنا شيء بهالجهاز. سكتي شوي تلانا، شو هالحكي هاد؟ الرجال متأذي وانتو بشو عم تحكوا؟ لازم تاخدوه على المستشفى فورا، جيبوا النقاله. يلا يلا لا تخاف، رايحين رايحين على المشفى بسرعة. تحمل شوي معلش. يلا شوي شوي يلا قوم شوي 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 على بسيطة. بابا أفرا جيب السيارة، بترجاكم فوتوا لجوا، نحن رح نهتم بعمي لو سمحتوا. وانتوا روحوا كمان، انتهى العرض. انتوا شو ناطرين؟ لسه الزلمة تأذى ولسه بدكم ترقصوا يعني؟ يلا روحوا عبيوتكم، يلا روحوا من هون. وانتوا كمان فوتوا لجوا وارتاحوا رجاء، تفضلوا. بما انه جيفان انصاب إصابة خطيرة فعرس شوريا ما رح يصير أبدا. خابت توقعاتي وراحت عليك. هاي الغنية من 1964 سانجي. دكتور طمني عنه، شو الوضع؟ إصابته كبيرة شوي، هو وقع على ظهره وسبب هذا الشيء انكسر وركه. المفروض يرتاح لفترة، لهيك رح نحتاج كرسي متحرك، بس لازم يضل حدا يدير باله عليه. شو هالحالة هي؟ ولأمتى بده يضل هون دكتور؟ للصبح. مرت عمي اهدي شوي، طولي بالك. أنا ما عم أفهم ليش بتضل تصير معنا شغلات مو منيحة. في عندي فكرة، لوقت يتعافى جيفان تماما ويقدر يقوم من جديد، نحن لازم نأجل كل المناسبات وكل الاحتفالات كمان. وهلأ مهك وشوريا لازم يأجلوا عرسهم شوي. لحظة لو سمحتوا، أنا بظن إنه نحن ما لازم ناخد أي قرار مستعجل، بس ليطلع عمي من المستشفى ونطمن وقتها فينا نقرر. خالتي لا تخافي، أنا موجود معكم وكل شي رح ينحل. أنا رح خليه يتعالج عند أحسن وأهم الأطباء وأتأكد إنه يتعافى تماماً، بوعدك بهالشي. وهلأ رجاءً روحوا على البيت، أنا ومهك رح نضل جنب عمي للصبح لو سمحتوا. you
يسلم. خايفة مو هيك؟ هلا انت هيك دائما دمعتك حاضره بكل مناسبه؟ يعني بس بدك سبب لحتى تبكي مو اكثر صح؟ بتحبي لفت الانظار مو هيك؟